بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بالنسبة لاستخدام العطور والبخور والسواك والمعجون أثناء نهار رمضان، فالظاهر الله العالم أنه لا بأس بذلك، ولكن الإنسان يكون حذرا في أمور. أولا بالنسبة لمعجون الأسنان يكون حذرا أن لا يدخل شيء إلى جوفه، مع أنه نادر أن الإنسان يتعمد أن يبلع المعجون، لكن لو دخل الشيء بدون إرادته فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى، لكن إذا يستطيع يصبر عنه يصبر، إذا ما يستطيع يصبر عنه يحترز ألا يدخل شيء إلى جوفه. هذا بالنسبة لمعجون الأسنان. بالنسبة للبخور لا بأس به، لكن لا يستنشقه، لا يستنشق البخور هكذا، وإنما يبخر ثيابه، يبخر غترته كذا، لكن يبتعد عن استنشاق البخور لأنه دخان ويفطر إذا استنشقه. الأمر الثالث بالنسبة للعطورات، العطورات كذلك لا بأس بها إذا كانت كالعود والورد والمسك وغيرها، فهذه لا بأس بها، يستخدمها ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. الممنوع هو شربها، وما في أحد يشربها هذه العطورات. أما بالنسبة للعطورات التي هي تكون بخاخ وكذا، العطورات الأجنبية وكذا، فهذه تركها أولى برمضان وغير رمضان، لكن أيضا لا تفطر، لا شأن لها بالفطر، وإنما تركها أولى من باب أنها تدخل في الكحول، والكحول عند كثير من أهل العلم تكون نجسة، فمن هذا الباب الإنسان يبتعد عنها. البخور والعطور ومعجون له والسواك. أما السواك فلا بأس به، الإنسان يستخدمه، لكن أيضا لا يمتص ما فيه، وإنما يستاك فقط، وإذا تجمع يتفله أفضل، خاصة الأسوكة التي يكون فيها طعم الليمون وغيره وكذا، يبتعد عنها إن شاء الله تعالى.